شو رايك يلا عدي نحن ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحد تودي تودي حقيقة وفي بني بحر بتاني صوت يكون عالي تجي في الدارة تبشر بتاني نغم الحنين تجال نعزف له أحلى وتر ما لك يا زول؟ زين اخوي ما لك؟ بسيطة بدور بسيطة يا بدور بسيطة زين اي ابوي بدورك توديني الحصى شنو؟ داهموني هم باتا الا حاربتهم عافي منك يا ولدي اي حاربتهم سمح الا غلبتني الكترة وكنت قايل نفسي متة الا فتحت عيوني لقيت الفارس ده قدامي دواني وضيفني ونجاني من ميتة محققة بارك الله فيك مرحب بك يا ولدي الله بارك فيك مرحب بك مرحب بك مين الليله مين الليله انت مننا وفينا مرحب بك البيت بيتك تفضل يا سالم البيت بيتك اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه وكرمت الزين علي انا اشرب يا سالم كمل الشراب ولا عفت الزاد ابدا والله
الله يديم العافية ويخدر الدراعات. سالم. أي ما قلت لي رأيك في شنو؟ في قعادك معانا هنا، ندخل سوا ونمرك سوا ونزيد الفرسان. والله الأمر صعب. شنو اللي بيصعبه؟ اتفاقنا تقافل المغارة وتخدها ورا ظهرك. الرأي بتقلب حبيل ثلبة، ما بتمسك من فريد مرة. أعقد الأمر وافق يا سالم. والله يا زين. سلام، كيف حالك يا سالم؟ كيف أصبحتك؟ مرحب بتالقبائل. الزاد عزين. خطوه لها جوا بنجيو. سامح. بدور. اي. وسرع لنا بالشاي. حاضر. سالم. شن الراي؟ خير. خير. طيب اروح على الزاد. الصيف دخل ليله القصير والانا، وضيمة النهار طول الهجيرة قلانا، فك سموم حتى الزهرة من نغسانا، في آخر هبايبه خسرت مرعانا. هلا هلا مكي كلام. منو؟ زروق؟ لا والدبرك. ماشي والله الليلة مكي. والله بحرك طامع تب. والله زروق شو خلى عيونه طشاش. انت مكي ما تتقدم رسمي واطلبها. انا جاهز مهارة، اجهز مهارة في الاول. اي لكن تقعد ساكت كذي تنكوي بين هذا الشوق دي. خاب دور كمين حول فج سمانة قمر حير ضي النجوم. يا الله يا الله يا الله ما شاء الله. الله كلام الله كلام والله ما شاء الله. لكن والله ايش نازل روح؟ والله صعبة. مالك يا زول؟ انت باقي لك يعني قعد الغريب ده في بيت الشيخ ده بيبقى. سروق جيب لك سيرة زينة ما تعكر مزاجنا. والله لا الله صعبة الله صعبة. فيش نازل روح؟ شنو؟ والله حكايتك شنو زول؟ والله صعبة والله صعبة. شنو الصعبة؟ دروب يابا في مسألة دار حل. خير. وعاد الغريب مع الزين في بيته. كيفين؟ يعني كان شاف له بيتا في طرف الحلة. طرف الحلة؟ بتدور الناس يقول علينا شنو؟ اهدمنا اسم الكرم؟ يابا الزول غريب. غريب ولليلة ما عرفناه. يمكن تحصل حاجة. والبيت فوقه بني. اقطع كلامك. ده كلام نسوان ما كلام ولدي. الراجل جانا فارس، تقول فوقه كلام مثل كدي؟ فارس؟ وين فراسته؟ يمكن كتل الكتلة ولا شريد له من تار. انت ما حقون على الغريب كدي. مالك يا مكي؟ ماني مقبول. علة شنو؟ اوعى الغيرة تخليك تقول كلام كدي. الكلام ده دفنه قبله، ما داير اسمع فوقه تاني ولا كلمة. قول بسم الله دخلنا على شندي. شندي لا والله يا ولدي ما عرفت الرجال كنز بالصح. ابويا الشيخ كنت بدور ازعلك في حكايه سالم. سالم ماله؟ يعني قلت نديه ارض ويسكن معانا ولا شنو الراي؟
الله يشوف يا ولدي. ايه سالم ما شفنا منه شيء، وفوق ده ملقك من ميته محققه بالحيل. والله كان قال داير بدور بيتي اديها ياو. مكي زروك لابد دبرك. تفضل شاي ولا قهوة؟ لا لا ماني داير شاي ولا قهوة. خبارك؟ مالك الليلة؟ والله والله البلد دي كلها ما في اللي عارفني تغيرك. جايب خبر؟ الله شايف ناط من عيونك. والله خبر بالحيل ما بسر. شنو؟ الغريب تاني؟ سوى شنو؟ ما هو أبوك الشيخ زروق. قول كلامك عديل ما تلخبط. والله الشيخ قال لا والله دي صعبة صعبة والله لا صعبة. قال شنو زروق؟ شنو هو؟ لا والله صعبة. هتتكلم عديل يا زروق؟ والله صعبة. أبويا الشيخ قال شنو؟ قال 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 بدور دي بدور ليل غريب. والله علا ولع حريقه. لا غيبه براحه براحه مك يا براحه. خلينا نشوف لنا دبارك. ايه تعال 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 ايه تعال براحه يا اخي براحه. ما من عاداتنا سالم نزل الضيف عن اصله وفصله علا في حاجه يا زين. زي اللي بشوف وراك يا سالم سرا دفين بالحيل. لا لا ما في حاجه إلا بس. بس شنو يا سالم؟ ما في شيء. دارني أقول لك شنو؟ بدور أعرف سالم. سالم أنا قصدي من الموت وداواني وضيفني وجابني لحد الفريق. أنا زين. أنا زين ما عملت لي الواجب وترك زي ما شايفني. زول بسيط بحب الخير لكل الناس. وين ناسك؟ أهلك؟ قبيلتك؟ اصلك فصلك شنو؟ سالم ان كان خايف بحميك وان كان ملهوف بحجاك. زين قول قول يا سالم. انا ماني خايف ولاني عامل عمله. انا باهلي وناسي وقبيلتي. باهلك وناسك وقبيلتك وقاعد في غار؟ سالم سالم قول ما تخاف انا اخوك سرك في بير. قول يا سالم اتكلم. دايرني اقول لك شنو يا زين؟ قول اي حاجه. اقول لك اني انا زين شفت عذاب كبير من يوم ما اتولدت وفتحت عيوني وعرفت الدنيا. لقيت نفسي براي يتيم مع انه ابوي كان في عايش. امي ديك الله يطراها بالخير ما بعرف عنها شيء. كل اللي بتذكره أنا وأختي الرضية وزولا تاني مرة أبوي مرة أبوي القاسية. كان حكيت لك عنها بالسنين ما بقدر أوصف لك قساوتها قساوة مرة أبوي. أنا كل اللي كنت بتذكره كنت بتذكر الحنية اللي عشتها بعد موت أمي وقبل ما تجي مرة أبوي القاسية. أنا بتذكر بتذكر زين بتذكر مين ما جاتي. كنت منوم بدقة وبصحى بدقة من دون سبب واضح. أختي الرضية لسه ما تم 6 سنين كانت بتشتغل
بتعوس وسوي الملاح وبيركبها اليوم كله في المرحاك، واخر اليوم ما بتلقى غير فضة الاكل ويديها شوشون ولهبة ولهبة النار يشوي وشها وحرارة الشمس. ما لك عايز تقلب عليه المواجع زي قرامي تعب شديد في سيوف لا في حرابه، الحسس السكن عقلي بلاه وصابه، أكتم سره ألقى الناس تعرف أسبابه. ابويا الشيخ ليه قدام مع العمده؟ منو ده؟ دروق ابقى ليه جوا. السلام عليكم. اهلا دروق حبابه، مرحب. كيف حالك حبابك؟ ان شاء الله كويسين الحمد لله. مرتاحين؟ الحمد لله ما شاء الله. انت زروق زمن ماني شايفاك. والله مشغول. مشغول بشنو؟ ساكت بدور ازعلك. تفضلي. انت زروق شفت الغريب؟ هاي كيفين شفته؟ طب اها رايك شنو؟ رايي؟ هاي يدور رايي؟ ايه والله رايي مكي قال ما بريده. مكي ما بريده؟ ضرعي. قلت لك جبت لك هدية. هدية؟ هاي كده هنا هديك ليها؟ دامي جيبه ليمونة. ها كتر خيرك. الله يبارك فيك. قلت لك عبدور اي اسي ساكت كده يعني النهرد ساكت على ساي كذا يعني. بتعرسيني؟ كلم ابويا الشيخ في الاول. لا ما دعيت. الرضيعة بنتي ما تقومي، قومي امشي البيت. ما بفوت كم ما شفت اخوي دكين. اخوك دكين؟ الناس دي كلها قلبت على الواطة دي ما عرفت ليه مكان. أنا بلقاه. تلقيه وين يا أخي؟ قوم أمشي البيت الله يرضى علينا وعليك. ما بقدر. ليه؟ كان فت أبوي بطبحني. لا إن شاء الله ما في عوجة، أنا بمشي معك. قوم يا رحمة. قوم يا رضيع. رضيع سهدي بالله قومي.
يعني المعنى انا في عرسك ما ركزت يا شيخنا؟ لا لا يا عمده انا ما قصدي بطان العرس. عشان قصدك؟ الله يا اخواننا العمده ده من يومه مكروه بخليه. القصه يابا قول لنا القصه. اها قلنا نتباطن اتفقنا على 100. اها انا ركزت واخذت 100. ما شاء الله كنا شباب. يعني المعنى انا ما ركزت يا شيخنا؟ لا لا وكي جدوا للعمده شال له حجر فك في البناحي. النحل انطلق وصبيان عييييك جري. لكن والله يا جماعه زمن والله زمن كنا صبيان ما شاء الله والحين شايف. ها يا جماعه هوي نخش عليه موضوعنا اللي جلسنا فيه شانه. انا ابوي العمده عندي راي. الناس تقسموا اثنين، واحدين يمشوا لسوق طنبول للبيع، والثانيين يمشوا لسوق الدامر للشراء. والرجال كفايه رحمه السعيه من الهمباته والسلب. ونحن اولنا خايفين. الزين الكلام يا ولدي بدون له هواده. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحب سالم. مرحب سالم. تفضل اقعد يا ولدي. تفضل تفضل. كنا بنقول يا سالم يا ولدي الناس يتقسموا، ناس يمشوا سوق الدامر وناس يمشوا سوق طنبول اللي خايفين من الهمباتة. والله يا ابويا الشيخ انا معاك، ان بقى لها من في السماء اخوضه عشانك. نحن عندنا الفارس يكفي سريه والنار رمل الدفابه. مكي انتوا يا عيال ما تكون نفسكم الحال كدي كدي. نقوم عليه موضوعنا، نقسم الناس. هيا. ناس يمشوا سوق الدامر وناس يمشوا سوق طنبول، ولا في اللواج؟ انت يا عمده عندك كم راس؟ انت العمده عنده كتار، اللي انا عندي راس واحد هذا بس. الخبر الأكيد دلل سمعا به وإن جمع السحاب وإن ساق عليه واديه. البراق برق البراق برق شق العتام فيه والنسام ملص طوب الحرور البيه. البارح بعد ناس الفريق ما هجعوا وعقب عدل طاعونين منو وجعوه
يا بشيخ عربان القبائل النجعو ما بيبقوا لميت للقدمانا رجعوا حز هل لا عوضك بكف ده شنو الحسين الناس تكوس وتفتش على الحسين اتراقد بيه جاي وتنيم شن حاصل على ما في عوجة ما في عوجة العوجة بايتهم مفضلة فيش ناف كيف قول الحسين اتلينا نحن كم لا شرقنا لا غربنا لا ودينا لا جبنا الحسين عجباك الحالة ما مشيتوا عليه خاطري هسي كان لمينا في دكين 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 قلت لك فك شوطه دكين ده لا داير اسمع سيرته تاني هزلها شوف لنا شغلتنا تنفع لكن خلاص نحن فكينا شوطه من بدري كلام ده خليناه ورانا شو رايك الراي الراي نشد نشوف لنا دبارة جبل جيلي جبل جيلي يعني خبره شن فيه لقيت خبره مستعية ملبنة هناك نمشيو نسوي عوسنا وين الشارف والبشار راجين والله يا جماعة والله يا مزعلي رقز جنس رقزة هوي خليني من علي قوم هسه أنا وانت نتباطن قد بقيت على البطان أنا أمشي الفريق يجيب لي شطة شطة شنو يا جنة انت مجنون نحن بنقول بطان انت بتقول شطة أيوة بالحيل شطة مشان أمسحكم بها بعد ذاك تتباطن والله زود له حسود حسادة حسادته ترمي في الشوك حسود وقلبه أسود شكرا عليك الله ضيف قصة أنا قصة هاي أنت ما عندكم شغلة أنا طوال أحكيكم 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 عليك الله ضيف أحكي لنا قصة صغيرة كي الله أنا المزعولية مالياني لي هنا أنت ما عندكم شغلة بنت الشيخ بنت الشيخ آه بنت الشيخ بنت الشيخ طيبين والله يا ولد حلال يا ضياف هسه كنا في بيت المرة العيانة وجبنا سيرتك سلامتها والله انا ما ولد حلال والله يا ضياف كما مستعجل وراي غرض كنت بدور اقعد واسمع لي حكوة من حكاويك السمحة يا ضياف الا مستعجلة بلزن يا ضياف بلزن بتعالي ايوه كان قلت لك عرسيني بتعرسيني لا لا ضياف شكرا انت ضياف وكنت جبت سيرة العرس دي عقب عام اول ما قلت بتدور تعرس ايه والله بدور عرس ها عرسها ما دارت اقول انا ولا شنو اه بنت الشيخ ها بدور انا معقول عرس واحد بيسكن ها خبارك سكتت تب ما المرأة ما عندها كلمة كيفين عاد عرس هذول تاني لا عليه لك انا نظمتها نظم ما سامح والله ما نظمتها بس كان قلت فيها نمة واحدة قلت فوق نمة ضياف طب ما تقول علمي اليوم ذاك تاني ما شفتها الا كان كذي نمة لك تكون ما سامحة لا والله لما تسمحها خلاص قلتها كذا يقول الناس ما اقول لك النمة سامح قلت لها بيتكم فوق حذر وبيتنا فوق حذارة وغيك رماني طب من الحمارة اها الفسالة يا هاكل لها الفسالة تاني ما تجي تشيل النار من بيتنا عليك الله يسعى النمة دي فيها حاجة ما نمة سمحة الله يبيني بينك يا ضياف النمة نمة عليك باللحن كذا نمة باللحن
قلت لها والله انا ما سامحه خلاص. نعم سامحه الا اطياب. اي تدرس عليك انا. اها قبال ما تزعليني. اها ما قطع لي كلامك. قول الزين اخوك يا ولا ما هي؟ انت اطياب بدور بزين شنو؟ اي ده حديث للرجال وحديث فوقه مسؤوليه، مسؤوليه كبيره. اتدخل الحريم شنو كمان في كلام الرجال اخواننا؟ عفو عشان كذا اضياب ثاني ما بدور لي حكي معاك. ليش ما بدور؟ خلاص انا زعلت. لا لا بدور، انا ما بدور زعلك والله، بس لا ال- 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 الزين ده عشان انا عندي معاه كلام كثير ما في زول يعرفه ثاني، كله كله قال لي ما تحدي الزول، قال لي اصلك ما تحدي الزول، يعني الفريق ده كله والفرقان جدي كلها ما تحدي الزول فيها. الا اضياب انا كمان كمان الكلام بتسمني. ايه عبدور ما تجرجريني في الكلام شويه شويه. هو عبدور انت بدور تقول لي شنو؟ بدور اقول له البيت تستعمل منها. اها قال لي شوف مخطوبه لو مخطوبه لقيتها مخطوبه وجيت احدثه والكلام ده يصير بيناتنا عليك الله ما تكلمي زول حدقتك بس ما تكلمي زول عليك الله سامع؟ خلاص يا دياب امشي ليه قدام بتلقى الزين ابويا الشيخ. اي قاعدين؟ اها ابوك الشيخ ده انا حتى بدور ان اعمل نمره سنيه كذا يعني في شغل السعية وكذي. إلا أضياب أنا ما طالباك نما. أي والله طالباني نما. عملت فوقي نمات إن سمحت. والله يعمل لك نمات تستعدين بقي الدرس وسهل، لكن استع مستعجل أمشي أشوف هو الشيخ وأشوف الزين أخوك وأقدم معاهم الأمر ده وعقب ثاني يجيك ساط. والله يقول لك نمات كتار ويقول لك حكاية والله حكاوي ظريفة خلاص. خلاص أضياب. الله ماشي فيني كذي ماني هوين. يا سيدي والله ملان زكاوة وملان حكاوي. ها ودحتك لا الله. ودحتك الله بدور. الله يخليك يا دياب. الله يخليك. تعال يا دياب. انت ما 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 تكلم ابويا الشيخ. يشوف لك باثنين بنات الفريق. قطعتي قلبي يا بدور. الله يجازي محنك يا بدور، قطعتي قلبي كله كله. بالله قلبي وقف سكت. ودحتك الله. ودحتك الله والرسول يا دياب. هكذا يا اخواننا الامر نجل. هيا يا جماعه الفاتحه 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 الزين. امين على بركه الله. الزين مرحب مرحب اهلا يا دياب. اهلا اهلا مرحب الفكهي. تفضل يا دياب تفضل تفضل. دايم كرمك وعامر دارك. والله انا ما بقدر اشكرك واجيب مشكارك. المعنى احنا يعني دارنا ما عامره ولا شنو؟ كيف ابوي العمده؟ ابوي العمده انت ما غيرك، اقول في القصيده ابوي العمده؟ قول قول. ما كان اشكرك يا دوب اقول لك نمه. ابوي العمده انت ما غيرك عالي. ابوي العمده انا ما بقول في قصايد طوالي. الله. انا هسه كنت ارتاح شويه كذي عشان يعني لا ما نضالك بالي. اقعد يا دياب اقعد. انت خبرك شنو يا دياب؟ شيخ العلياب. اها. شيخ العلياب قال لك؟ اها. يعني هو موافق عليه سفرك. لا خلاص وتجي السوق قلبل. ايوه وانا ليه لا الفاتح لا خلاص الله يهديك يا دياب يا حليلك. يا تعال بدور سرك تعال الحين ابارك ابارك هنا فرسان ابارك الشمال اي ترى دي ادوق دي الشمال دي يمين دي يمين جيب لي القريبه. اه ها الحين ضياب اي البقيه دكين لم تنقم الزيتين سيبو التاني بتدور بتان وهج السراب اسبح حقيقة وفيه نتبحر بتان صوتك يكون
دقيقة وفيه البحر بدال صوتك يكون عالي تجيب في الدارة تتبشر بدال نغم الحنين تقال نازف له أحلى وتر تكين 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 تكين